السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندي اللوحة بالشكل دوت وهي ألوان وأنا عايز أطبعها أبيض وأسود، فبقول له كنترول بي، بقول له كونتينيو، وأبدأ أختار. لو في حاجة متظبطة قبل كده هبدأ أختار الطبعة اللي أنا عايزها، أخليها أي حاجة بي دي إف مثلا دوت. طيب حجم الورقة هقول له مثلا عايز أي حاجة مثلا A3. بيقول لي عايز تطبع أنهي جزء للديسبلاي، هقول له مثلا ويندو، وأبدأ أرسم مثلا ويندو من هنا لهنا. طيب هاجي هنا أقول له أنا عايز الطبعة اللي هي مونوكروم. تمام، لما تيجي تشوف بريفيو هتلاقي كل حاجة بقت أسود بالشكل ده. أو حتى لو أنت اخترت بقى مثلا حاجة زي ديت ولقيت ألوان، تمام، الفكرة كلها إن أنت تيجي هنا في الخصائص وتبدأ تعلم على الألوان ديت. هو هنا الإعدادات العادية بتاعتها بيقول لي يوز أوبجكت لاين تايب، الكلر يوز أوبجكت كلر، فتقدر تخلي أسود كده كل الألوان هتبقى أسود، أو تختار لون أي لون أنت عايزه. فأنت ممكن تختار أي لون حتى لو لون واحد، وتيجي هنا تقول له ما تستخدمش الأوبجكت كلر، لأ استخدم اللون البلاك. دي الفرق بين اللون دوت وال المونوكروم. اهو لما تيجي تدخل عليه هتلاقي ان انت كل ما تعلم على اي لون هو بيديه بلاك،